them. You light up my life, you cause me to smile. منذ أيام قليلة ترجل زعيم آخر، انسحب من الحياة، غادرها إلى مثواه الأخير، تاركا خلفه مسيرة 80 عاما من التضحيات والنضال. رحل الإفريقي العملاق ذو البشرة السمراء الذي عاش صامدا شامخا. طبعته إفريقيا بسمرتها وصلابتها وعمقها، وطبع إفريقيا بابتسامة النصر والتحدي ساعة انتصار الشعوب. رحل زعيم إفريقي وأممي آخر، ماديبا كما يحلو للجنوب إفريقيين تسميته، مخلفا وراءه إرثا مشرفا ومواقف لا تنسى. من الصدف الغريبة كون وفاة زعيم مونديلا تتزامن وتاريخ اغتيال زعيم فرحات حشاد. سينور الدين، أولا هذا التزامن بالنسبة لك ماذا يعني؟ وقدر من الله سبحانه وتعالى أنه فرحات حشاد هو مولود في 1914، نانسون مونديلا 18، ما بينهم 4 سنوات، واحد من أقصى شمال أفريقيا والثاني من أقصى جنوب أفريقيا. نعم. فهم في نفسهم الاثنين يجمعوا أفريقيا بكلها، فأنه يكملوا يجمعوا في يوم 5 ديسمبر. ومثل ما قلت قبل، احنا بداية من العام القادم كعائلة كمؤسسة وكاتحاد شغل وانا متحقق كتونس نحتفي بالذكرى 5 ديسمبر للزعيمين. نعم. واحد عاش 38 سنة، واحد عاش 95 سنة، وهو نانسون مانديلا إذا عاش 95 سنة حقيقة من باب الحظ، لأنه هو محكوم عليه بالإعدام تماما في جزيرة هنائية 27 سنة وهو معناها وحده وفي ظروف قاسية جدا. لأننا نعرف إذا ما نعرف أنه هذا جنوب أفريقيا في ما يسمى معنى الاستعمار اللي عرفته بلداننا وعرفته أفريقيا، وتحت الإمبراطوريات المتعددة الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والإيطالية وغيرها، هذه أرقى بين ظفرين، أرقى معناها نوعية الاستعمار، وهو الميز العنصري على البشرة. نعم. معنى على اللون القشرة. هذه مجموعة جات من هولندا والفلامنك من جزء من أوروبا، وجات واستقرت هناك في أواخر القرن 18، وجعلت من هذه الأرض حجرا وعبادا وحيوانات ملكا لهم ولا وجود لهذا البشر، واستقروا هناك ووضعوا قوانين وأسسوا بلد ودولة تلغي هذا البشر من تلك الأرض، وهي أرضهم الطبيعية منذ قيام الإنسانية الأولى. نعم. الإنسان الأول، فما كان على أهل البلد أنه جيل بعد جيل من ذلك الوقت المقاومة، أنه يقاوموا بالزلو وأنواعها ومشكلة، إلى أن تكون خاصة من الستينات الأفريكان ناشونال كونغرس، وهو حركة التحرر لجنوب أفريقيا، اللي حقيقة هي كانت حركة متعددة وكانت تجمع من جميع الأطياف والأحزاب، لأنه مكافحة هذا، وبدت نشاطها في تونس وانتقلت إلى الجزائر، لأن ما كانش عندهم حق ينتقلوا في أي مكان. مكتبهم بدأ في تونس، بعد الاستقلال تونس كانت الأرض اللي كانت فيها كل قوى التحرر من أجل أفريقيا، كانت عندها مكتبها في تونس، لاينسي، أنغولا اللي أصبح زيمبابوي بعد كان في تونس، ومن بعد إريتريا كان مكتبهم في تونس. فهذا ثم تنقلوا إلى الجزائر عندما استقلت الجزائر في 62، لأصبحوا حركات عسكرية، تعلموا في الجزائر العمل الثوري المسلح. نعم. ومن بعد بدأوا يدخلوا في جنوب أفريقيا وبدأوا يقاوموا، وتبنى هذا الشاب اللي أصبح محامي،
تبنى قضية شعبه. مانديلا الحقيقي ما هوش رجل سياسي، هو رجل نابع من المجتمع المدني، والحجة عليها أنه إنسان هذا حياته كاملة كان قريب للشعب، وهو اختيار باش مشى للشعب ودافع عليهم، كان محامي وكان يعني ما يرادف الملك في عند في جنوب افريقيا، لكن هو قال لا، انا يلزمني نعاون المظلوم، نعاون الناس اللي هما ما عندهمش شكون يعاونهم. فهذا الالتزام اللي اختاره هو بالاساس التزام مجتمع مدني، وعمره ما حسب حسابات، وربما هذا سر شعبيته، أنه حتى كي تحكي معاه تشوف تحس اللي هو يدافع على الشخص، وما عندوش حتى فكرة الإقصاء مثلا. أنا نتفكر يعني بعد ما خرج من السجن وكل شيء، أول مبدأ قال إحنا جنوب أفريقيا للناس الكل، اللي قام بجرائم وكذا هذه فما يعني فكرة القانون. المصالحة لعلها انطلقت من عند مونديلا أيضا. أول امتحان للمصالحة الاجتماعية هي من عنده، والحل الوحيد اللي لقاه هو مناسب واللي نجح فيه هو التصالح. لأنه أنت تشوف حالات أخرى متاع ثورات وكذا في رواندا في غيره وفي غيره، ولا ذبذبات اجتماعية، ولا واحد اختار طريق التصالح والانسجام وطي صفحة الماضي باش تبني. رحل مانديلا رفيقا وقائدا وزعيما ومعلما وأبا لأمته وشعبه، وصديقا للشعوب وأيقونة للحرية والكرامة الإنسانية، عن سن 95 عاما، ومشوار من النضال الفكري والكفاح المسلح ضد الميز العنصري، وقضاء ما يفوق ربع قرن في السجون في سبيل الانعتاق والاستقلال والحرية لبلاده جنوب أفريقيا التي عرفت في عهده المصالحة الوطنية. الحكمة التي طبعت مساره السياسي وجعلت منه رمزا يقضي 27 عاما في السجون ثمنا لتحرر بلاده من ربقة الميز العنصري، رحلة عذابه كانت ملحمة قاوم فيها العنصرية في بلاده. ثلاث مراحل ميزت تاريخ النضال: الأولى مرحلة سلمية ضد الميز العنصري، والثانية هي المرحلة المؤثرة جدا في حياة مانديلا، تلك التي خاض فيها كفاحا مسلحا فالسجن 27 عاما، والمرحلة الثالثة ما بعد خروجه من السجن، حيث فهم مانديلا الذي ترأس المؤتمر الوطني الإفريقي أنه لا سبيل لبناء جنوب إفريقيا التي كانت تمر بوضع خاص جدا إلا بتحقيق المصالحة الوطنية، بعيدا عن الإقصاء والضغائن والانتقام والعقوبة الجماعية، فكان بذلك الزعيم الرمز الذي كانت له نظرة عميقة لمفهوم الإنسانية. مانديلا كان مادة خصبة في حياته، وسيظل مادة خصبة وأخصب ربما بعد أن فقدته الإنسانية. ممثلين كبار تداولوا على شخصية مانديلا في هوليوود، وحتى أنه فيلم جديد توا باش يطلع على مانديلا، وقع تصويره ربما السنة الماضية، وطلوع نتاعو باش يكون قريبا. شفت أنا البوندانوس نتاعو. هذه الشخصيات التي تنتمي إلى البشر، واللي في بعض الأحيان يشعر الإنسان أنها ذات بعد ميثولوجي، على حتى أن الإنسان ما يتصورش أنه مانديلا يقوم بواجباته اليومية كإنسان، أنه يأكل ويشرب وينام وكذا، لأنه طلع من الصورة المعروفة، ارتقى على الصورة هذه، ولا عنده كما قلت لك بعد ميثولوجي. تأثير مانديلا كان على الفن وعلى الإبداع في جنوب أفريقيا لا غبار عليه. تأثير مانديلا بالتصالح وبالتسامح، حتى أنه حتى في أيام قرطاج المسرحية السنوات الماضية شفنا مسرحيات فيها سود وبيض مع بعضهم، يعني فريق مكون من سود. عكست هذه العقلية يعني. عكست هذه العقلية، عقلية التوافق، عقلية المحبة، عقلية التصالح، عقلية التسامح، ورأينا نصوص جميلة جدا وتجارب مسرحية جميلة جدا في فرنسا وفي بريطانيا وفي جنوب أفريقيا، كتبوها جنوب أفريقيين، وكانت في طواياها وفي ثناياها تحكي على التجربة الفريدة من نوعها، تجربة التصالح والتسامح والوفاق والمرور
من طور إلى طور بأقل ما يمكن من خسائر، وببث روح المحبة وروح الائتلاف ما بين الناس، ونحن ما أحوجنا إلى ذلك الآن. تصور أنت ناس لا ينتميوا لا لنفس العرق، وفي بعض الأحيان لا لنفس الدين ولا لنفس الجغرافيا، يلقاو حلول، ونحن في تونس ننتمي لنفس العرق ونفس كذا ونفس كذا، ومازلنا نراوح مازلنا. فأرجو أن وفاة هذا الرجل الكبير، هذا الرجل المهم في تاريخ الإنسانية، وتزامنه الغريب اللي يسميها رولان بارت الصدفة الموضوعية، لو أزار أوبجكتيف، أنه ما هواش عبث أو اعتباط، أنه توفى نيلسون مانديلا في نفس اليوم الذي اغتيل فيه فرحات حشاد. الخامس من ديسمبر يذكرنا بتاريخ وفاة حشاد التونسيين الثائر في وجه المستعمر، صوت العمال والكادحين، حشاد الشعب، ما أشبه المواقف والأقوال والأفعال، وكأن قدر العظماء أن يتشابهوا ويتطابقوا، وحين يدعوهم الموت إلى مسلك الخلود تظل الذاكرة حافظة لنضالاتهم المجيدة. رحل مانديلا فودع العالم أسطورة القرن، عاش شبابه وقد اتقدت سمرته الثائرة دوما، وعاشه السجن بطلا ورمزا، وخرج للحياة يتقد حياة، فاتحا ذراعيه لاحتواء أفريقيا، ومات وقد خط التاريخ قسمات وجهه يرسم ابتسامة عريضة توحي بالانتصار وتحقيق أحلامه وأحلام بلاده وأبناء وطنه من بعده. ديت في 87 سفير منظمة الوحدة الأفريقية في جنيف، وكنت أحضر من عامي مرتين في العام في أديس أبيبا القمم ومجالس الوزارة. وبدت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ومجيء كورباتشيف، بدت شوف هنا يدخل الذكاء، ذكاء الزعماء والقيادة اللي يعرفوا يتأقلموا مع الأوضاع. فمن هناك خرجت كلمة من عند حركة من جنوب أفريقيا التحرورية، وتحت من دفع نيلسون مانديلا أنه نريد جنوب أفريقيا واحدة، ما عادش فكرة أنه البير لوحهم ما وراء البحر ونجعل منها أرضنا وحدنا، وهذه مهمة المصالحة في هذا الاتجاه. من بعد تطورت فذلك الخطاب اللي تبنته منظمة الوحدة الأفريقية وأصبح موقف أفريقيا، هذا تم تمريره في الأمم المتحدة وعند الولايات المتحدة، وخاصة حركة الزنوج الأمريكان اللي تبنوا قضية جنوب أفريقيا بالتمام. نعم. وتمت مقاطعة، خاطر ما نساوش جنوب أفريقيا أصبحت من القوة العظمى في الدنيا، اقتصادية، خيرات بلا حدود، وصلت جنوب أفريقيا عند القنبلة الذرية، وعندها من الجيوش من أقوى الجيوش في الدنيا في العالم. فما كانش سهل أنه تطيح بدولة مثل هذه، ثم كانت المخاطر أين هذا الكل سيروح. فلذا تفاعل المعرفة الدقيقة للقائد وللناس وللزعماء والقيادات وأهل اللي خذوا مصير شعبهم في إيديهم، معرفتهم بالعالم، معرفتهم بالأطر، معرفتهم بما يدور الكل هذا، والتوازنات والقوى وموازين القوى، يجعلك أن الشعب متاعك تقدر تقوده لما هو الخير لشاطئ السلامة. نعم. وتنير السبيل بأيضا بقناعات يتبعك هو الشعب أيضا، لأنك أنت ماشي لفايته. نعم. فهذا هو الخطاب اللي تكون في مخ أنا نيلسون مانديلا، وأنا تبعته من 87 وأنا في منظمة الأفريقية، إلى وصل به إلى أنا طابت الغلة طابت نوعا ما. وما كانش ممكن أنه نيلسون مانديلا بقوته وبتفكيره أو الحركة هذه بكلها تتقدم خطوة بيد إلا ما تجد أمامها يد أخرى. وهذا علاش أنا التقيت بجملة، التقيت بزعيم نيلسون مانديلا في جنيف، هو جاء باش يلقي خطاب أمام مكتب الدولي للشغل، وكان يوما عظيما، وأنا دعيته كمعنى مجموعة أفريقية، وأنا عندي صورة معاه وأنا بقات لي لحد الآن، وأنا حاجة عظيمة بالنسبة لي أنا أعتبر. علاش؟ على خاطر أنا كبرت من جيل في عمري، أنا عمري ما كنت متصور أنه في حياتي وأنا نبقى حي، ما زلت حي، وجنوب أفريقيا ستستقل. ففكرة أنه يعني فلسفة المجتمع المدني اللي كانت عنده
كانت ثمينة برشا يعني ومهمة برشا، وحتى هو نفسه خليته ديما متضايق من الكواليس ومن حتى السوق. أنا أعطيت مثل في أرتيكل كتبته على مانديلا، قلت هبط في جوناتريك واصدر حتى في أحد الجرائد التونسية، أي التونسية، اللي قلت فيه مثلا في لقاء خاص مع شيراك، قال له شيراك حب يبيع الايربوس ويحب يعني يقول المانديلا راهو باهين الايربوس وكذا، وهو لما حضرناه قلنا له شنو واش تحب انت تتباشر شيراك بي، قال التربيه، هو راهو رئيس التربيه. مانديلا اذا يعرف بهم وحاجه مهمه هي التربيه. فحضرناه وحكينا له، قلنا له راهو فما يعني امكانيه تعاون وكذا وكذا كذا. فلما دخل اللقاء الخاص قال باشر شيراك، قال له راهو فرنسا مهمه وكذا، تنجمش تعاون جنوب افريقيا باش في ميدان التربيه اللي هو اهم شيء وسلاحنا الاول، البنيه التحتيه، بارك الله فيك. ف بعد ما حكى له على ايربوس، شيراك قال له علاش ما تحكيش الايربوس على الحكايه هذه تو يعاونوك، فهو انزعج به، يعني ما فهمش الربط بين السوق وبين ايربوس وكذا، وحاجه نبيله وهدف نبيل كما التربيه. يعني هل المضايقة هذه جاته على خاطر هو من المجتمع المدني، فما حكاية قيم، يعني هذا الشخص اللي نعرفته وحصل لي شرف، وكان هو معجب كثير برشا 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 بخبرة تونس وبخبرة بورقيبة وفلسفة بورقيبة. ديلا هو معناها من الناس اللي ما عادش باش نجدوهم في تاريخ الإنسانية. بالنسبة لنا كما كان غاندي وكما كان مانديلا، وربما يعني نجم بكل اعتزاز نقول حتى بورقيبة كان عنده يعني قيمة في النضال اللي قام به في تونس ضد الاستعمار وضد معناها كل الأفكار اللي هم يجتمعوا حولها الكونية الإنسانية. مانديلا الحاجة اللي باش يخليها لنا هو وقت اللي تشد 27 سنة وخرج، يعني يلزم الإنسان يرجع للتاريخ باش يشوف كيفاش كانت جنوب أفريقيا، معناها كار للبيض وكار للسود، جسر للبيض وجسر للسود، يعني الأبارتايد كانت معناها واضحة وجلية، واضحة ومهمة وموجعة برشا. وقت اللي معناها ناضل هو من أجل السلام والسلم في بلاده وتربط 27 سنة، الحاجة اللي تقعد في الذاكرة متاع الإنسان أنه سيد هذا وقت اللي خرج لا طلب تعويض ولا طلب ديار ولا طلب كسب ولا طلب حتى شيء، وكذلك من الحاجة اللي أهم الكل هو أنه حاول عندما خرج، يعني من كان رئيس من 94 حتى 99 تقريبا، معناها حاول كيفاش يصلح ما بين الناس اللي هما بيض وموجودين على الارض هذيك واللي هما جاوا مع الاستعمار، يعني تنجم تقول انهم مستوطنين اجانب في البلاد ولكن اعتبروا انهم جنوب افريقيين واللي هما موجودين، ووفق ما بين السود والبيض معناها، وحاول كيفاش يعني ما يخليش حتى اثر للانتقام، وهذه حاجة معناها كبيرة برشا في الإنسان لما الإنسان يحاول دائما أنه يتجاوز التاريخ ويتجاوز الوجيعة متاعه ويبعد عن مسألة الانتقام هذه وإلا مسألة التعويض، لأنه هو خدم بلاده وبالنسبة لي هو معناها ما حاول ياخذ حتى شيء من بلاده، بل بالعكس معناها حاول كيفاش يوفق ما بين الناس هذوما اللي هم يعتبروا ما همش أولاد الأرض وما بين السود اللي هما معناها اهل البلاد. هذه حاجه كبيره ويزمها تقع التاريخ، ومن اللي كان هو من اللي انا صغير معناها نعرف دول عدم الانحياز اللي كان فيهم بورقيبه وكان فيهم تيتو وكان فيهم مانديلا، هذم كل يعني ناس اللي مع الاسف ما عادش باش نوجدوهم في التاريخ. ليش؟ لانه صار الانسان معناها فما قوى خارجيه اللي هي تنصب الرئيس هذا ولا تنصب الرئيس هذا، معناها ما عادش ثم هيك النكهه نتاع النضال اللي يوصل الحاجه كبيره الزعماء. تو ولات يعني كاني فما تيليكوموند في العالم، يعني اعتبروا انه الناس هذوما ما عادش باش نلقاو منهم لانه التاريخ تغير. مانديلا زار تونس حين بدايه حياته النضاليه
عام 64 انذاك، والتقى بالزعيم الحبيب بورقيبه، والتقى بالسيد الباهي لدغم اللي كان انذاك بمثابه رئيس الحكومه. وتونس كانت من الدول الاولى اللي شجعت مونديلا والحاضنه لنضالاته. واعتقد، والموضوع طبعا يتطلب ربما نوع من التدقيق، انذاك الزعيم الراحل حبيب بورقيبه منحه جواز سفر تونسي ليتمكن من التنقل. ثم مانديلا لما اصبح رئيسا للجمهوريه وزعيما امميا، كانت له كذلك علاقه بنضالات التونسيين، وتدخل مرتين لإطلاق سراح، مرة الأولى الرئيس الحالي محمد منصف المرزوقي تدخل لدى بن علي، ومرة ثانية تدخل لإطلاق سراح المناضل كذلك حمّى الهمامي. وكانت الحركة الحقوقية التونسية مرتبطة بالحركة الحقوقية لجنوب أفريقيا، وانقلبت يعني انقلبت الأدوار، أصبحت جنوب أفريقيا حاضنة لنضالات التونسيين آنذاك من أجل التحرر ومقاومة الاستبداد، اللي كذلك بعلاقة بين احنا كتونسيين بمانديلا، لأنه قيل تقريبا كل شيء حول مانديلا الإنسان، مانديلا المناضل إلى غير ذلك. ولكن أعتقد أنه من الأشياء يمكن أن نكرسها أكثر، خاصة لدى النشأ الصاعد ولدى حتى أطفالنا في المدارس وشبابنا في المعاهد وفي الجامعات، دراسة مسيرة مانديلا ودراسة خاصة ما قام به مانديلا لإنقاذ بلاده مما كانت مهددة به أتون حرب أهلية، لأنه جنوب أفريقيا الوضعية يعني كانت تقريبا نكاد نقول يعني 100 مرة أخطر من تونس، أو حتى تقارب أو تشابه الحالة الليبية، لأنه كان هناك حتى نوع من الصراع، الصراع المسلح صراحة بين ويعني ومستعمرين بالأساس، وأحقاد كبيرة وأنهار من الدماء يعني، وقرون من الميز العنصري. ولكن مجرد أن هذا الرجل مانديلا، وبمجرد خروجه من السجن، ولا كان قبل خروجه كذلك من السجن، هذا الاتفاق التاريخي الذي عقده مع فريدريك دوكلير اللي هو كان آنذاك رئيس جنوب أفريقيا الأبيض، وبهذا الاتفاق أصبح مانديلا رئيسا لجنوب أفريقيا، رئيسا للسود ورئيسا للبيض، ومكن بلاد جنوب أفريقيا من أن تبقى أكبر قوة اقتصادية وسياسية في أفريقيا، وأن لا تنجر إلى تصفية الحسابات إلى غير ذلك، وأعطاه المثال ونموذج عالمي فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية. أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا انتخب في أول انتخابات متعددة وممثلة لكل الأعراق، ركزت حكومته على تفكيك إرث نظام الفصل العنصري من خلال التصدي للعنصرية المؤسساتية والفقر وعدم المساواة وتعزيز المصالحة العرقية. سياسيا هو قومي إفريقي وديمقراطي اشتراكي، شغل منصب رئيس المؤتمر الوطني الإفريقي من 91 إلى 97، كما شغل دوليا منصب الأمين العام لحركة دول عدم الانحياز. أنا وقتها كنت سفير في بلجيكا وسفير في أماكن أخرى وغيرها، عندما كنا في الطاولة نجي نرفض، أنا أرفض ويعرفوا الوزارات الخارجية البروتوكول متاعهم أنه نجلس مع سفير جنوب أفريقيا أو سفير إسرائيل كسفير تونس. هذا أولا موقف دولتي، ثم أيضا أنا كموقف شخصي أنا معنا حارس على هذا. وحتى مرة في بلجيكا معنا غلط وحطوا لي سفير جنوب أفريقيا، الغدوة جات اعتذارات، جات بالغلطة معنا وعدينا، يعني موقف راسخ كان. راسخ، فلذا نعم. هذا هو الموقف. فأصبحت أنا بداية من 90 من أكبر معنا أصدقائي في كل ما تحملته حتى لطوكيو الأخرانية هم سفراء جنوب أفريقيا، فلذا هذا مكسب كبير لنا كأفارقة. الحاجة الثانية هو أنه اليد هذه الثانية هو أنه من حظ جنوب أفريقيا، من حظ الشعبين، شعب البيض وشعب السود، أنه وجدوا دوكليرك، وهو كان رئيس، هو كان رئيس الوزراء ليس رئيس الجمهورية متاع جنوب أفريقيا. نعم. وهذا الرجل أيضا
أصبح مقتنع كان منغولات، مع خطاب كان منغولات. نعم. فأرسل له كم من واحد الغادي باش يسمعوا، باش يعرف شنو اللي في راسه، شنو تفكيره، شنو المستقبل، شنو مآل جنوب أفريقيا الجديدة بالنسبة للبشر هذوما البيض، إيش باش تعملوا بيهم، باش يصير لهم كيما لي بينوار نتاع الجزائر، وين باش يمشيو؟ ما عندهمش بلاد، ما عادش عندهم بلاد. فكانت الإشكالية أو تاخذوا منهم قوة ونرجع منها قوة بلاد جديدة. فمانديلا تفاعل مع هذا، ولذا ضمنوا له الخروج من السجن، وكانت عنده حصص دامت ما يقارب شهرين تقريبا، مرة في الأسبوع يجلس ساعتين هو وديكليرك يتحدثون ويتفاوضون ويتكلمون على المستقبل. وأنا سعيد جدا اللي في طوكيو في هيروشيما في 2010 التقيت مع ديكليرك، لأنه هو بري نوبل، وكان مؤتمر لكل ما يسمى بري نوبل جائزة نوبل في هيروشيما بالنسبة للقنبلة النووية إتسترا، وكنت أنا في المائدة متاعه وتعشيت معاه وتكلمنا مطولا، وعبرت له أيضا على احترامي الكبير لي. في فترة فاصلة جنوب أفريقيا وجدت الرجلين، هو وجد الشريك ومانديلا وجد الشريك. فحقيقة أنا شد انتباهي كثير في نفس اليوم الذي اغتيل فيه مرحوم فرحات حشاد، يموت فيه زعيم نيلسون مانديلا. هذه رسالة للتوانسة ورسالة لتونس الآن في هذه الفترة، كما قلت لك الفترة الاستثنائية المفصلية التي نحن في حاجة ماسة أن نجمع رواحنا ونجمع رواحنا ونستشف الدروس التي لا يمكن أن تأتينا كل يوم، مثل هذه العلامات المضيئة، مثل هذا الوازار أوبجكتيف، هذا الصدفة الموضوعية، هذا مانديلا، هذا فرحات حشاد في نفس اليوم. كان ممكن يكون قبل بيوم أو بعد يوم، لكن لا، أراد الله، أراد القدر أنه يكون في نفس اليوم لإعطائنا نحن التوانسة هذه الدروس. احنا في حمامات كذلك على نظرة من إفريقيا، وحتى أنه أيام قرطاج المسرحية والسينمائية فيها نظرة من إفريقيا، نعتبر أنفسنا احنا جزء لا يتجزأ عن إفريقيا، تونس هي جزء لا يتجزأ عن إفريقيا. وكم شهدنا من أعمال فنية إبداعية تجاوزت النظرة المبسطة للأفارقة أو النظرة السطحية للأفارقة، وشفنا أعمال فنية باهرة ومبهرة. وأنا حقيقة شد انتباهي عمل مسرحي في ممثلة بيضاء جنوب أفريقية وممثلة سوداء جنوب أفريقية، وكان عمل حقيقة رائع، لأنه فيه تمازج بين هذه الأرواح، تمازج بين ما يمكن أن يعتبره البعض ضرب من ضروب المفارقات أو ضرب من ضروب التناقضات. باعتقادك ما هي القواسم المشتركة بين فكري الزعيمين مانديلا وحشد؟ أولا هما الإنسانيتهم، هما محبتهم للإنسانية، معناه الصمود والقوة بالنسبة للحق، بالنسبة إلى تمثيل الشعب، بالنسبة إلى ما يصبو إليه الشعب وقيادة شعب كامل، وفي الوقت نفسه دائما الاحترام اليد الممدودة. ونقدر نقول لك حاجة أخرى، معنا فك الظروف هذيك دروس أن نحن خير منكم، معنا أنتم جيتوا باش تعملونا حضارة، وأنتم مش جبتونا باش تردونا بشر، وإحنا تعتبرونا منش بشر. فإحنا في الحقيقة اليوم نحن حقوق الإنسان، نحن الحضارة، نحن يدنا الممدودة، نحن ولو انتصرنا إحنا منتصرين. ما نطلب منكم شيء، نطلبكم تخليونا لحالنا ونبنيوا حياة جديدة مع بعضنا. من أحسن النصوص اللي عندي لفرحات حشاد هو 1950 14 جويلية، وهو العيد الوطني الفرنساوي. نعم. كاتب نص اسمه إلى زميلي العامل الفرنسي بتونس، أمون كاميرا ترافايور فرنسي أون تونيزي. جميل. يكتب له نص ويقول له آه أنت وضعك في عام 50، وما تغلطش، الحروب تم باسمك وأنت بعثوك باش تموت، ولكن مش مصلحتك أنت، أما إحنا نحمي مصلحنا في بلادنا. أما فيق على روحك على بكري، أما باش يجي نهار تندم على خاطر إذا مش تخرج توا وأنت حابب وإحنا متفقين. هذا كلام معنا مانديلا لدوكليرك، لأنه فهم وجاء للطريق. فإحنا يوم من الأيام إحنا خرجوك تخرج بطريقة، على خاطر يقولوا لا يمكن أن تفرض نفسك على بلد بالقوة. فهذا هو اللي يجمعهم الزوز، وهذا دائما
دائما في حياة الشعوب منذ سبارتاكيوس وما قبل من وقت الفراعنة اللي صارت فيها أول ضربات نعم. وقت البيراميد وعنا التفصيل فيها نعم. هو دائما ثم شيء الحق شيء للأصل للإنسان والإنسانية والبشرية مثل ما أراده الله سبحانه وتعالى، وهذا إيماني أنا وإيماننا معنا ناس البشر كلنا في أغلبنا. وفي وقت نفسه ثم ناس مصيرهم هما بالفرنسية ما لقيتهاش بالكلمة بالعربي هو دي بروت خام لا دي بروت يعني. معناه قتله وما ينجم يكونوا كان قتله نعم. وقتله للفكر في مخهم يقتلوا الفكر، هما يحسبوا انه يقتلوا انسان مش جسد بتاعه يقتلوا الفكر. وهذاك علاش هذاك علاش اكتشفت انا يوم من الايام انه فرحات حشاد لم يقتل. الناس اللي كيف فرحات حشاد لا تقتل لأنه لا يقتل الفكر نعم. لا يقتل الرأي، لا يقتل الشيء اللي هو يلزم يمشي من بشر. علاش الإنسانية ولا الإنسانية؟ وهذاك هي رأي دروس متجددة. فعندما ولو فرحت حشاد مشاف 52 وحياته كلها 38 سنة، هو كان حامل كإفريقي وكعربي وكمسلم وكمعناها متوسط بحر متوسط، كان حامل لهذه الأفكار من 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 عمق الشعب ومن أصل الشعب ومن البشر اللي عاش معاهم على أرض الواقع، وقال فيهم أحبك يا شعب. إلى أن وصل هذا ما ماتش هذا الفكر، وصل إلى مانديلا وغير مانديلا اللي هو نفسه زاد أعطاه من ثراء ثاني وثالث ورابع أمام مشكلة أصعب بمليون مرة من الاستعمار الفرنسي في تونس نعم جنوب أفريقيا. الحاجة الوحيدة في هذا اليوم واليوم أنا ديما ننظر لفلسطين كما قلت لكم. أنا كنت نصور ما كنتش نصور نعيش أنه من جنوب أفريقيا تستقل، وأنا ما مشيتش جنوب أفريقيا مع الأسف، بنتي مشيت وعادت شهر غد فتمكن نزوره كتوانسة. ولكن فلسطين هي الآن الأرض الوحيدة اللي باقية على الأرض تحت الاستعمار، لأن الصهيوني هي استعمار واستعمار استيطاني، وأرادوا تعويض شعب بشعب ولكن لم ينجحوا. أنا كنت لقيت مرة في مؤتمر في ميلانو باش نوريك كيفاش الربط أيضا حتى مع مانديلا، قلت له مع واحد منهم جاء في واحدة تلقيت معاه في ريسبسيون، قلت له أنا قدم روحه هذا كذا أنه من التقدميين الإسرائيليين، قلت له تعرفش أنتم علاش هنا قاعدين تتلقاهم على الفلسطينيين؟ على خاطر ما نجحتوش كيف أمريكا باش جعلتوا منهم الهنود الحمر، ما قضيتوش عليهم، فلذا هما مازالوا موجودين ولازيتوا باش تقعدوا معاه، وما تتنجموا تنهيوا الا ما تعطيهم حق، مثل ما مانديلا وجد مع معناه اللي الان اصبحوا كلهم جنوب افريقيين. والدرس العظيم اللي اعطاه مانديلا هو درس المنتصر. المنتصر يمد يده لدروس للعالم اجمع في قضايا الاستبداد، في قضايا الاستعمار، كما احنا عاملين مع فرنسا. وقت ساركوزي قلت له احنا انا قلت له احنا نكلم فيك من موقع المنتصر، نو زافون فانكو لا فرانس، دونك انا ما طلب منك شيء، لا طلب منك اعتذار، لا طلب منك فلوس، لا طلب منك شيء، لان انا المنتصر شو نطلب منك. فلذا مانديلا ايضا هو المنتصر بالنسبه لمن قتل شعبه. ستيف بيكو فيلم عظيم تكتب عليه لشمال ليبرتي، خارق العاده انسان كيفاش مات تعذيبا ومقتا واغتيالا. فلذا هو من باب المنتصر قال أنا مدي لكم يدكم، احنا بلاد واحدة وأعفو عليكم وأعفي عليهم. وهذا هو علاش كتب لنا مانديلا إلى توانسة بعد معنا 14 جانفي، وكتب للمصريين كيف كيف، قال لهم خذوا روح العفو، العفو والنظر إلى الماضي. بطبيعة الحال يلزم اللملم، كما احنا نفس الشيء في تونس 56 كنا نعرف شكون خوان تونس وشكون كان وراء الفرنسيس بيقتلونا باتنا وجدودنا توانسة. ولكن احنا كنا نسمع وانا صغير كنا يقولوا المشانق في بسويقة ليهم، ولكن احنا قبلنا لفايت تونس والتوانسة، خاطر بلاد صغيرة وما تتحملش، قبلنا باش ما ننساوش، لن ننسى ولكن نسامح ميسالش. وفرحات حشاد مات من اجل هذا هو وغيره، مش بنقعد في الانتقام وجد على ابو جد ولاد على ولاد، واحنا نعاود الماكينة تدور. أي وتونس فين؟ الشعوب تتقدم بالحكم وتتقدم بالنضج، وهذا ما علمنا إياه نانسي مانديلا، وعلينا أن
ندرس نونسل مانديلا وندرس مسيرته وندرس سياساته يعني في كل يوم وفي كل ساعة لأبنائنا، لأنه ربما احنا جيلنا ولا الجيل اللي قبلنا باللغة التونسية وظهرنا لغالب علينا، فربما الخير والأمل في شبابنا وفي أبنائنا القادمون. ما ولا ندري هل استحضر ساعتها قولته: الجبناء يموتون مرات عديدة قبل موتهم، والشجاع لا يذوق الموت إلا مرة واحدة. أم تراه استحضر قولته الشهيرة: إن يتجول بين عالمين، أحدهما ميت والآخر عاجز أن يولد، وليس هناك مكان آخر أريح عليه رأسي. أرح رأسك أيها الخالد دوما، ففي مراسم دفنك لن يودعك شعبك فقط وبلادك جنوب أفريقيا، بل أن العالم بأسره سيهب لتوديعك الوداع الأخير، وسيحفظك التاريخ في قائمة الزعماء والعظماء خالدا أبدا. Where